السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحلى الأوقات نقضيها هنا في باحات وساحات المسجد الأقصى المبارك. بعد قليل سيرفع على مسامعكم أذان المغرب من يوم الثلاثاء. ربنا تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب. قلت وقولك الحق اذكروني أذكركم، استغفروني أغفر لكم، اشكروني أزدكم، ادعوني أستجب لكم. يا الله ندعوك يا رب كما أمرتنا يا رب، فاستجب كما وعدتنا يا رب. عليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يا رب بك نستغيث ومن يغيث سواك. يا رب ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. يا مرحبا بذكر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دائماً وأبداً لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. بعث الله المقام المحمود الذي وعدت من الجنة. إنك لا تخلف الميعاد يا الله. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين.